بزاف ديال الاحتياطات ماشي بحال الايام الاولى، يعني خاصك تخرج كما يدخل بنادم تعبر لي درجه الحراره ديالو، كاين واحد التباعد جسدي يعني ماشي بحال الايام الاولى، يعني كاينين بزاف ديال الحوايج. السلطه يعني دارت القرار ديالها باش خداو جوج في الطابله ويكون واحد التباعد يعني ما بين الطابله وطابله، كما كتشوفوا دابا هو متر الطابله، الطابله متر، خاص يكون واحد التباعد جسدي ويريحوا جوج في الطابله. ومن بعد 4 شهور ديال الحجر الصحي احنا ملتزمين في الدور ديالنا كما علمتنا الوزاره ديالنا، قالت لنا خاصكم تبقاو في الحجر الصحي ديالكم تاخذوا التعليمات ديالكم. حنا راه الاشاره ديال البلد ديالنا اللي كيقولها راه حنا كادي نديروها، حنا غنرجعوا للحياه ديالنا العاديه بشويه بشويه. هما فتحوا لنا القهاوي 50% جوج وكناخذوا الاحتياطات ديالنا، الحمد لله بشويه بشويه عاوتاني غادي تزاد لنا 50% اخرى، غتكمل في 100% وغادي ترجع الحياه ديالنا كما كنا عايشين الحمد لله بخير وعلى خير. هي الصراحه واحد احساس كبير عاوتاني ملي كترجع عاوتاني للمقهى ديالك من بعد 4 شهور وانت في الدار والحجر الصحي، الحمد لله على نعمه القهوه. كان جانا قرار من عند وزاره الداخليه باش نسدو، كانت جاتنا هذه الجائحه ديال كورونا 3 شهور هذه وحنا سادين، والحمد لله من بعد ما جا الفرج كنستقبلوا الكليان ديالنا بكل فرح وسرور، واليوم حلينا مع ديك 6 ديال الصباح والزبناء جاونا مع ديك 6:30 7، وهانت كيف كتشوفها هما فرحانين وناشطين الحمد لله، وتا هما مشتقين للقهوه شحال هذه ما شربوها، وحنا كنستعملوا الوقايه ديال اليدين المعقم والكمامات والمسافه ما بين الطبله والطبله. هذه القضيه ديال 50% كاع الناس تقبلوها وكلهم فرحانين بها، وبالنسبه لهذا حتى هما خايفين على ريوسهم وتقبلوها بكل فرح. هذا القرار اللي خداته الدوله قرار صائب الحمد لله من بعد هذا الكونفينمون اللي كان ديال 3 موا، رجعنا بواحد رجعنا فرحانين. حنا كنشوفوا دابا المقاهي دابا بحال تقريبا ما نقولوش عامره، ولكن التدابير الوقائيه اللي خداتها الدوله الحمد لله طبقناها وخدينا بواحد العزيمه واحد الحمد لله. دابا حنا دابا بالنسبه لي انا كنهضر على راسي بحال كنت مشتاق انني نجي للقهوه، دابا الحمد لله راني جيت فرحان واخد التدابير ديالي ديال البامات ندير المعقم راسي واخد المسافه القانونيه اللي امرت بها الدوله، وكنقول زعما الناس رغم هاد التدابير هاد القرار اللي خدات الدوله ديما ياخذوا احتياطات ديالهم، لاننا ما باقي ما كما كنقولوا ماشي قطعنا الواد ورجعنا نشفوا، ولكن كل واحد ياخذ احتياطات ديالو. الحمد لله فتحنا وترجع الامور كما كانت في الاول، الزبائن تيرجعوا شويه بشويه، ودير ديك الاحتياطات ديال الطابله ما بين طابله وطابله ونص، كل طابله فيها ديال الكراسه، والامور مزيان اليوم الاول بعدا راه مزيان الحمد لله، الحمد لله رجعت الامور مزيانه وتزاد تقاد من بعد ان شاء الله. وحشه كاين بزاف غير الواعي ما يسمي تحل محل كلشي تيتوحش، تبي تشوف الشارع دايز القهاوي مفتوحين الناس تتحرك تيك واحد الرواج، ماشي بحال قبل كان الانسان كانت ازمه، والحمد لله دابا الناس بدات تخفف شويه بشويه.